السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And this is Ah Kamods TV, and welcome po sa ating panibagong episode na kung saan ang babasahin natin ngayon na sura ay ang sura Al-Mulk. So since maraming nagre-request ng surang ito doon sa ating TikTok account, pati na rin po dito sa ating FB page. So ayan, ngayon babasahin natin yan. So mga kapatid ko sa Islam, palagi ko pong binabanggit sa mga previous videos natin na kung saan kapag hindi pa po kayo nakapag-follow sa ating Facebook page, eh wag lamang pong kalimutan i-click ang bell para lagi kayo ma-notify sa lahat po ng mga videos na i-upload natin dito sa ating FB page. Pati na rin po doon sa ating YouTube channel. Kung gusto niyo pong mag-visit sa ating YouTube channel, eh wag lamang pong kalimutan i-click ang notification bell or subscribe button para lagi kayo ma-notify sa lahat ng i-upload natin doon. So, magsisimula na po tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا
حقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة